تحدثت زوجة الممثل الأمريكي بروس ويلس إيما هيمينغ ويلس بصراحة عن التغيرات المبكرة التي لاحظتها على زوجها والتي أدت إلى تشخيص إصابته بالخرف الجبه الصدغي FTD في الستينات من عمره. كشفت هيمينغ ويلس البالغة من العمر 46 عاما في مقابلة مع مجلة تاون كاونتر الأمريكية أنه بالنسبة لبروس بدأ الأمر باللغة، وكان يعاني من تلعثم شديد عندما كان طفلا، ذهب إلى الكلية وكان هناك مدرس مسرح ساعده، ومن تلك الدورة أدرك بروس أنه يمكنه حفظ نص ويكون قادرا على قوله دون تلعثم، وهذا ما دفعه إلى التمثيل. وأكدت أن زوجها كان يعاني دائما من التلعثم لكنه كان جيدا في إخفائه. وعندما بدأ ويلس في بلوغ عمر 69 عاما بدأ في التحدث بشكل مختلف، ولم تكن هيمينغ تدرك أن ذلك كان علامة مبكرة على حالة صحية خطيرة. عندما بدأت لغته تتغير بدأ الأمر كما لو كان مجرد جزء من التلعثم، كان الأمر يتعلق ببروس فقط، لم تكن تتصور أبدا أن هذا قد يكون شكلا من أشكال الخرف لشخص صغير السن جدا. وأكدت هيمينغ أن الأمر استغرق عدة سنوات قبل تشخيص ويلس بشكل صحيح، مشيرة إلى أن المرض غالبا ما يتم تشخيصه بشكل خاطئ أو فهمه بشكل خاطئ أو تجاهله تماما. وأكدت أن الFTD يهمس ولا يصرخ، من الصعب على أي شخص أن يكتشفه. وأكدت أنه من الصعب أن تقول أن بروس انتهى هنا وهنا بدأ مرضه في السيطرة عليه. وقدم بروس ويلس العديد من الأفلام العالمية وسلاسل الأفلام الناجحة، كان آخرها فيلم ريد العالمي الذي حقق إيرادات كبيرة. شاركنا برأيك في التعليقات عن أفضل الأفلام التي تحبها للنجم العالمي.